لما بتسمع قصيدته تنسى كل اللي بدك تقوله، بتسافر مع كلماته عجناح السنون المهاجرة لتشرين. كيف ممكن أقدم شاعر كبير هو مدرسة بالأدب والشعر واللغة، وأنا التلميذ اللي عم بدرس بمدرسته ومش ناطرة علامة العشرة على عشرة، بيكفيني العشرة اللي جمعتني فيه. من غيرته بحاكي كل العالم، وصل لكل بيت ورافق الكل بإبداعه وخلقه للأفكار الجديدة. من لاهوت شعره بتصلي القصيدة، ومن مسبحته بتكرج الحبات وبتفصل أحلى الكلمات. الجالية اللبنانية والعربية بأستراليا بتكبر باسم الشاعر الكبير شرقي البعيني. أهلا وسهلا فيك. نديم كل ما تقدم بتسحرني، ولو بتشوفوها لما بتلقي الشعر قلت لها مرة أنت زينتي الاحتفال. تسلم، شكرا. لا وهلا أنت زينتي كمان. تسلم. أنا مش مثل عصام برتجي، أنا بقعد مرتجل بس على الورق. أنت أنص الحرف، أنت أنص الحرف مش أنص الوطن. لبنان مهد الحرف عطول الزمن، ابن القمر لو نخبي طال القمر. يا جورج جيب الشمس تنركع قدر، بالنور فينا نخفف جنون الفتن، بيكفي الوطن ويلاه وحروب ومحن. والشمس مين الشمس؟ انت بتعرفها ست البهاء الطاهرة الماء أشرفها، صالون هالمساء قلبك تفتحه، الأشعار فوق شفافنا عم يسرحوا، الشعار عرفوا قيمتها وصانوا الوفا، ولولا حنان الهجر ما داء الدفا. درع الثقافي صار داوي بمكتبي، اليوم استلمت يا دموعي حوربي. شكرا يا روني يا وزير شمالنا، ابن العريجي فخرنا ومشعالنا. شكرا يا جورج ويا بهية ابو حمد، من بعد مطرة عمر فكرت ابد، جانا القرار بعز من غطاس، خوري الوزير المفضل الحساس. ولهالسبب رح قول كلمة مذهبة عن حفلة التسليم، يا حروف اكتبي.